يعني هو لو هنتكلم عن مباراة بيراميدز والنقطة اللي هم يعني الفارق ما بيننا والماتش اللي هم لعبوه زيادة وكل ده أكيد برضو ليه حسابات، بس معلش أنا عايز أبدأ يعني أو أروح للنقطة اللي بدأت بيها. بقالنا 4 سنين مضغوطين، و4 سنين بنشتكي، و4 سنين عندنا أزمة لأن اللعيبة بتستنزف، وأنا مش بتكلم بس عن لعيبة الأهلي، أنا بتكلم في العموم. فبرضو هل ده كان سابق؟ يعني زمان حصل برضو كان في كده كذا موسم ورا بعض مضغوطين، طب ازاي كنتوا بتتصرفوا؟ برضو يعني رجعنا بالنوستالجيا شوية أو التاريخ معاك كابتن، خلينا نفهم. لا انا يمكن احنا بالنسبه لنا كان الموضوع مختلف عن كده شويه، يعني احنا كان الدوري عندنا شبه مستقر اكتر، المباريات بنلعب ممكن يعني كل 10 ايام مباراتين تقريبا، ما كانش فيه الضغط اللي هو الكامل ده. لكن دلوقتي يعني بقى العالم كله بيتجه الاتجاه ده، ان انت تضغط مبارياتك بس مش بالكثافه العاليه، بالذات الانديه عندنا ده جديد على اللاعبين المصريين. يعني يمكن في اوروبا بكل 3 4 ايام في مباراه على طول، لكن عندهم ريكفري بيعملوه بشكل كويس، بيعملوا استشفاء بشكل محترم، عندهم يعني كل الحاجات اللي ممكن ترجعك يعني ريفريش او ترجعك بكامل طاقتك موجوده. اللعيبه نفسها بره بتعرف عندها الثقافة دي، يعني بتقدر ترجع نفسها بشكل كويس، بتريح نفسها كويس، بتدي كل حاجة حقها بشكل كويس. احنا ممكن ده كان قبل كده ما كناش اللعيبة ما كانتش بنفس الوعي ده وبنفس ان انت تقدر ترجع او تقدر وانت في بيتك تريح نفسك بشكل كويس، انك تبقى مستعدة للي بعد كده. لكن دلوقتي انا شايف ان الناس يعني بدأت اللعيبة تتطور بشكل افضل من قبل كده كنوع من الوعي. لكن في حاجات سلبية بتحصل، يعني أنا شايف إنه يعني كتر المباريات ده بيستنفذ اللعيبة بتاعتنا، بالذات اللعيبة الدولية. يعني بالزبط. أنت عندك مواجهتين مع السنغال، منتخب قوي جدا جدا، محتاج إن أنت تريح اللعيبة دي بشكل كويس، مش إن أنت تريحهم وتقعدهم في البيت، لكن تديهم الوقت المناسب أو التباعد المناسب للمباريات، ما تديش مباريات ورا بعضها بكثافة عالية بتوقيتات قريبة. فأنا شايف أنه ده الجماهير تعبت والله، لازم يعني حقيقي والله احنا تعبنا، يعني كجماهير تعبنا وتعبنا يعني تعبنا احنا وتعبنا للفريق يعني. أكيد، لكن أكيد النادي الأهلي بيكون عامل حساب الكلام ده كله، أو الفرق الكبيرة بشكل عام، يعني أهلي زمالك بيراميدز أندية، بس متأثر يا كابتن اللي هي عندها بالظبط. خلينا نتكلم يعني مهما كان الفريق كبير، أنا اللعيبة بتوعي مش مكن بني آدمين بالظبط، فبيأثر، والجانب النفسي بيأثر، ونتائج البطولات المختلفة اللي في نفس الوقت بتؤثر، يعني كل ده برضو مش لمصلحتنا. اكيد انا بتكلم في نقطه تانية، يعني انا بقول ليه الاهلي او الزمالك او الانديه دي بتبقى المفروض ان هي بتبقى عامله حسابها، واخده على الاحتراف، عندها بالظبط، عندها الـ يعني عندها فن التعامل مع المواقف دي، بان هم محضرين من بدري جدا نوعيه لعيبه، تقدر تعمل ما بينهم روتيشن، تقدر تعمل تريح لعيبه في المباراه. اصابات وفي هي المشكله، بس في الاصابات هي المشكله، في الاصابات غير يعني متوقعة. انت ممكن تقابلك حاجات وانت شغال تبقى خلاص انت مجبر ان انت تلعب باللي موجود عندك او بالمتاح بالنسبه لك، فممكن ياثر يعني، بالذات ان كمان لما بيكون عندك لعيبه دوليه وعندك لقاءات مهمه او مواجهتين مهمتين، لازم ان انت يعني تريح اللعيبه دي بشكل جيد، بحيث ان انت تقدر تستفاد منهم في المهمه الاكبر، اللي هي ان مصر توصل لكاس العالم الفتره اللي جايه من خلال بوابه السنغال يعني. فانا شايف انه لا، انا كانت وجهه نظري ان احنا كنا مباراه البيراميدز كانت ممكن تتاخر شويه، وكان ممكن يتلعب ماتش سان داونز باللعيبه فريش، وبعد كده تبدا تستعد بعد كده بالظبط للي بعد كده في المواجهات يعني.